وهنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة المملكة العربية السعودية وشعبها وملكها وولي عهدها بمناسبة اليوم الوطني. وقال سموه عبر منصة إكس: أهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي الشقيق باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، ونسأل الله أن يديم عليها عزها ورفعتها وازدهارها. نعتز بعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع الإمارات والسعودية وبالإنجازات التنموية والحضارية التي حققتها المملكة على جميع الأصعدة.